نفرق بين امرين الان، سوق المباركيه ومنطقه المباركيه. سوق المباركيه نتكلم الان الازمه اللي مندلعه حول سوق البسطات الموجوده، سوق الغربلي، سوق السمك، سوق اللحم، سوق الخضره، يعني هذه الجوانب. اما لو تلاحظ ما في مشاكل الان عندنا السوق الداخلي او سوق التجار، سوق السلاح، سوق الحريم، هذول الامور ما فيها مشاكل لان الى اليوم عقودها ويا املاك الدوله، الى اليوم صحيح. عقودها رمزيه، عقودها بسيطه جدا ترى. الى رمزيه ايش كثر؟ يعني اتكلم عن يعني مثلا المحل ما يتجاوز 100 دينار 120 دينار، الامور هاي مبالغ بسيطه جدا نتيجه خاصه بعد الغزو قامت بتعديل مثلا سوق الداخلي او سوق التجار وزاره الاشغال في هذا الجانب. تم. هذا الوضع العام اللي صار. جت الان البي او تي والدوله تعاقدت مع احدى الشركات، والشركات هذه رات باستثمار بشكل معين. اللي يجب يعرفه الجميع وحتى اصحاب الملاك ان اكثر من 70% تم التعاقد بينه وبين الشركه الجديده على الزياده على زياده على 70% من المحلات، على اكثر من 70% أكثر. الوضع اكبر من اللي تم التصريح عنه، وهناك حل للامور نتمنى يتم حلتها بشكل مطلوب، ولكن بهذا الشكل انا اخشى بان هناك يقعون في مشكله بعدم سداد الاجور يتم اخلاءهم في المستقبل.